التحضير اعتقد برضو موضوع التحضير للمباراه كان بيبقى شيء مهم جدا، وشفنا التحضيرات وهنا في البيت الكبير كنا بنتابع كواليس تحضيرات المباراه، وكان قد ايه التحضيرات بتبقى على المستوى طبعا الفني من خلال موسيماني هكلمك عليها التحضير دوت، وكمان على مستوى التحضير الاداري من خلال كابتن سعد عبد الحفيظ واهتمامه بمكان الاقامه ومكان التدريب كل الامور ديت. بس خليني اخد الجزء الاكبر ان هو استعدادات على المستوى الفني. شايف الاربع مباريات اللي خاضهم موسيماني مع النادي الاهلي قبل مباراه الوداد ساعدته بشكل كبير جدا على ان هم يضع سيناريو متزن وسيناريو يناسب المباراه؟ اعتقد ان ده حصل. يعني هو برضو موسيماني اخذ فرصه انه يجرب اللعيبه كلها، انه يشوف العناصر الاساسيه والبدلاء بتوعهم واللي يقدر يعتمد عليهم خلال لقاء السيمي فاينل، لان هو الهدف الاكبر السنه دي بيتسو موسيماني جه على دوري محسوم هو في النهايه بيشارك فيه بانه يعني بيقود باقي المباريات علشان يشوف اللعيبه، لكن هو تركيزه الاكبر اكيد كان على مباراه السيمي فاينال. اعتقد ان المباريات الثلاثه اللي لعبها والنتائج الايجابيه اللي اتحققت وانه ما بيخسرش وانه تجربه جديده عليه برضو ان هو جاي من دوري جنوب افريقيا للدوري المصري، الفرق كبير جدا فنيا، الفرق عالي قوي. ممكن الفرق الكبيره في جنوب افريقيا عندها لعيبه على مستوى وبتقدر تقدم مستوى وبتنافس وعندهم بطوله كاس الثمانيه الكبار وعندهم منافسات، هو قدر انه يحسمها كلها قبل كده مع صن داونز، لكن الوضع في الدوري المصري مختلف. جه على دوري محسوم لكن في النهايه التجربه جديده، فانه يجيد في مباريات الدوري ثم بعد مباريات الدوري يقدر انه يحسم ذهاب السيمي فاينل، ده هايل. النقطه الاهم كمان تصريحات بيتسو موسيماني بعد المباراه. طبعا قبل المباراه هو يجيد جدا تصريحاته في انه بيدي احترام للمنافس، بيعمل تخدير للمنافس، دي هو استاذ فيها قوي، لكن كمان الاهم تصريحاته فيما بعد المباراه. بعد المباراه موسيماني اتكلم عن انه انا مبسوط ان احنا كسبنا، لكن انا كنت عاوز ان احنا نكسب بثلاثه او اربع اهداف كمان طالما ان الفرص كانت متاحه. فاعتقد انه الكونسبت ده لما يكون موجود عند مدير فني النادي الاهلي فهو ده الاهم، لانه انا ما بحبش المقارنات بتاعت مانويل جوزيه وريني فايلر ومارتن يول، ما فيش مقارنات، كل تجربه ولها ظروفها وكل مدرب بيجي شخصيته عنده شخصيته وعنده فنياته وعنده الحاجات اللي بيشتغل عليها والعوامل اللي حواليه هي اللي بتساعده. دايما النادي الاهلي بيوفر لاي مدرب عوامل النجاح، المهم المدرب يكون موفق فنيا ويكون هو اصلا على مستوى النادي الاهلي، وما فيش مدرب بيدخل النادي الاهلي بيكون اقل من مستوى النادي الاهلي. فاعتقد انه لما قال انا كنت عاوز اكسب بثلاث او اربع اهداف، ده معناه ان هو عنده عقليه الفوز وعقليه كمان ان هو ما يبقاش اي فوز وخلاص، انا مش خايف، انا فريق نادي الاهلي وبقدر اهاجم بره ارضي زي ما اكون هلعب جوه مصر، ما فيش عندي مشكله. شفنا هجمات كتير، شفنا فرص لحسين الشحات وفرص مختلفه كتير في المباراه، وكان ممكن تحسم بعدد اهداف اكبر من 2-0. فاعتقد انه المستوى التحضير وعلى مستوى كمان ما بعد المباراه موسيماني اجاد 10 على 10، اللعيبه نفسها اجادت، يعني كل اللعيبه ادت ما عليها.